السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة باك إكزومات. اليوم اختاريت واحد التمرين على الجذور من رتبة N أو الجذور النونية لغاسين أنيم اللي فيه حل ديال المعادلة فيها الجذور من رتبة 3 ومن رتبة 6. دونك المعادلة اللي عندنا هي جذر من رتبة 3 ديال 1 زائد X ناقص جذر من رتبة 3 ديال 1 ناقص X كتساوي جذر من رتبة 6 ديال 1 ناقص X وكاري. دونك باش نحلو هاد المعادلة كما كنديرو دايما باش نحلو معادلة، أول حاجة كنديروها هي كنحددو لونسومبل دو ديفينيسيون أولا مجموعة التعريف. دونك مثلا نسمي هاد الدالة F. أوكي، دونك أول حاجة هي تحديد دي إف، حيت F هي هذا موا هذا. أوكي، دونك دي إف كتساوي إكس كتنتمي لها بطبيعة الحال داخل الجذر خاص يكون موجب واحد زائد إكس أكبر أو يساوي صفر، واحد ناقص إكس أكبر أو يساوي صفر، واحد ناقص إكس كاري أكبر أو يساوي صفر. دونك هنا إكس أكبر أو يساوي ناقص واحد، و إكس أنفيريو إيكالا و إكس كاري. دونك هادي شنو غتعطي لينا؟ غتعطي لينا اوكي، غتعطي لينا اكس محصور ما بين ناقص واحد و واحد، اللي هي مجموعة التعريف هي مجال ناقص واحد واحد. دابا نقولو لي تكون اس مجموعة حلول معادلة او. دونك غادي تبعو معايا لا ميثود لي غندير، فيها واحد لاستوس ضروري تعقلو عليه. دونك لدينا معادلة ديالنا كتكافأ، نكتبو المعادلة كيما هي أولا بلا ما نعاودوها. شنو غندير؟ غادي نجيب إكس لهنا، دونك غادي نقسم على إكس، نقسم كلشي على شي إكس باغدون، نقسم على غاسين ديال واحد ناقص إكس أو كاري من رتبة ستة. غتولي جذر من رتبة 3 ديال 1 زائد إكس على جذر من رتبة 6 زائد كبتيز. دونك هادي موا ناقص جذر من رتبة 3 ديال 1 ناقص إكس على جذر من رتبة 6 ديال 1 ناقص إكس كتساوي 1، تقسمنا على هذا نفسه. أوكي، أمبليك إكيفالون بوغدون. هادي شنو هي؟ هادي ممكن نكتبوها على هاد الشكل، جذر من رتبة 6 ديال 1 زائد إكس وكاري، حيت هادي غتمشي معايا تبقى 3، دونك هادي كتساوي هاد. غير باش نوحدو الجذر، لا ميم شوز، جذر من رتبة 6 ديال 1 ناقص إكس وكاري، دونك هنا شنو غنديرو؟ نديرو جذر واحد، نوحدو الجذر. اوكي، قبل ما نوحدو الجذر غادي نرد هادي، هادي غنكتبها على شكل واحد ناقص اكس عامل لواحد زائد اكس. الطبيقة هنا جذر من رتبة 6 ديال واحد ناقص اكس او كافي كيما دونك هادي. فاش غنوحدو الجذر يولي عندنا جذر من رتبة 6 واحد، واحد الجذر اللي غيبقى عندنا غادي نختزلو بواحد زائد اكس، دونك غتبقى لينا غير جذر من رتبة 6 ديال واحد زائد اكس على واحد ناقص اكس، هنا مغاديش يتغير والو. دونك اتون غنكون درت شي فوت. اوكي اكس اوكي دونك قسمنا على هادي، هادي او كاري شي مشكل. دونك هنايا غادي نديرو نفس الحاجه. اوكي، هادي هي واحد ناقص اكس عامل واحد زائد اكس، غتمشي هاد المره واحد ناقص اكس مع واحد ناقص اكس تبقى واحد زائد اكس. فنسيت هنايا ما درت او كاري، كتساوي واحد. اوكي، هنا شنو غنديرو غير باش نسهلو؟ غادي نديرو تغيير متغير،
نوضعو هذا كيساوي دي، نوضع دي كتساوي واحد زائد اكس على واحد ناقص اكس. غير التبسيط غير المرتبة ديال هذا، هاد المرتبة ستة ديال هاد غنوضعو هذا دي غير باش نبسطو مبقاوش نخدمو بالجدار كبير. المعادلة او تصبح كيفاش غادي تولي لنا المعادلة او؟ دي ناقص واحد على دي تساوي واحد، كتكفى إلا وحدنا المقام دي أو كاي ناقص دي ناقص واحد تساوي صفر. دونك هنا عندنا معادلة من الدرجة الثانية عادية، انتقلنا من معادلة فيها الجذور النونية جذر مرتبة ستة جذر مرتبة ثلاثة الحدودية من الدرجة الثانية عادية. دونك غادي نحسبو دلتا ديالها، حسبنا دلتا شنو يعطي لنا؟ يعطي لنا واحد زائد ربعة اللي هي خمسة. إذن او كتكافئ، دابا غادي نديرو الحلول العادية، تي كتساوي واحد ناقص جذر مربع خمسة على جوج، أو تي كتساوي واحد زائد جذر مربع خمسة على جوج. دونك شنو غنديرو؟ غادي نمشيو نحطو المعادلة ديالنا، غتولي كتكافئ واحد زائد إكس على واحد ناقص إكس كتساوي واحد ناقص جذر خمسة على جوج، أو مدرنا والو عوضنا غير دي بالتعبير ديالها، أو جذر مرتبة ستة ديال واحد زائد إكس على واحد ناقص إكس كتساوي واحد زائد جذر مربع خمسة على جوج. مزيان. دونك شنو غنديرو؟ غادي نسميو هذا غادي نسميوه ألفا. عرفت شنو واش كتشوفو؟ اوكي تساوي واحد زائد جذر مربع خمسة على جوج، هذا غادي نسميه ألفا. اوكي نشوف واش نسميها الفا غير باش نبسط، كنتو شفتوا لي كنسمي شي حاجه الفا ولا تي ولا كذا غير للتبسيط. حتى نتوما حاولوا تبقاو ديروا هذه القضيه فيما كان عندكم شي عدد كبير وفيه جذور بزاف سميوه وسيروا به، مي فيت اتونسيون باش ما ديروش دي فوت. دونك فوالا انا ما سميتو الفا او كتكاف. انا غادي نكمل عادي، غادي نحيد الجذر رتبة ستة ناقص إكس تولي هي ألفا ستة، نمشيو عادي واحد زائد إكس كتساوي ألفا ستة واحد ناقص إكس. إلا عملنا بإكس شغا يعطي لنا؟ يعطي لنا واحد زائد ألفا ستة، هنا شغا يبقى؟ غادي تبقى ألفا ستة مع واحد ناقص واحد، ونخرجو إكس كيساوي ألفا ستة ناقص واحد على واحد زائد ألفا ستة. دونك إلا عوضنا ألفا دابا عاد نمشيو نعوضو ألفا حيت صافي تلقينا الحل، نمشيو نعوضو ألفا بالتعبير ديالو واحد زائد جذر خمسة على جوج، هادي ستة وهادي ستة ناقص واحد على واحد زائد خمسة ستة على جوج ستة. دونك شنو غيبقى لينا الا درنا التبسيط؟ غتبقى واحد زائد جذر خمسة وستة ناقص جوج وستة، هنا توحيد المقام وهنا توحيد المقام، تمشي جوج وستة مع جوج وستة كيبقى لينا هدا زائد جذر خمسة وستة زائد جوج وستة. دونك احنا تلقينا الحل اس كتساوي واحد زائد جذر خمسة وستة جوج ستة على خمسة زائد جوج وستة.
شنو درنا كل شيء. دونك لاستوس اللي استعملنا لاستوس عليا اش كتبنا هاد التمرين هو هذا ديال اننا لفت ديال اننا كنوحدوا الجذر ما كيبقاش عندنا هنا 3 وهنا 6. الطريقه اللي درنا بسيطه كنحاول نديرو هذا جيمناسي بحال هكا. دونك 6 مع 2 غيتمشي تبقى 3 دونك هذا كيساوي هذا صافي. وكنحاولوا كما قلت كنوضعوا واحد الطي غير باش نبسطوا, لان شفتوا فاش بسطنا هنا ولات كتبان لينا حدوديه عاديه من الدرجه الثانيه. حليناها عادي بطريقه عادي وخرج لينا الحل اللي هو كاين ثاني بصح ما نساوهاش. الحل اللي هو كاين ثاني للمجال ديفينيسيون اللي تلاقينا اللي هو موازان ان. دونك هذا مكان غادي نزيد مازال تمارين في الجذور المنيه لان ممكن يتحط في الوطن شي داله سواء في التمرين ديال الداله او في اللي كان يقدر تحت شي تمرين فيه الجذر المنيع حيتاش لا غادي نزيد تمارين واحد اخرين. دونك ميرسي, ما تنساوش تابوناو في لاشين باك اكزومات وتخليو دي كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجه ولا عندكم شي سؤال انا كنجاوب على لي كومونتير. وتسناو لي فيديو الماجين بطبيعه الحال غنزيد تمرين او تمارين اخرى على الجذور المنيع حيت مهم بزاف الماتريزيهم. اي بون كوراج.